يلا حبيبتي الغدا جاهز. مايسة، ايه الموضوع؟ انا ملاحظه ان انت اليومين دول على طول قاعده لوحدك، يا بتسمعي موسيقى يا اما بتقري، وناسيه مامي قوي كده؟ لا يا حبيبتي ابدا والله مفيش حاجه. مايسة، انت في حاجه مخبيها عليا؟ انا؟ لا طبعا يا حبيبتي. طب مش احنا اصحاب؟ طبعا. طب ممكن بقى حبيبه قلبي تجهز نفسها كده عشان نتغدى سوا، واوعي تقولي ماليش نفس. لا يا حبيبتي طبعا، بس لو هيثم هيتغدى معانا انا هتغدى معاه. خلاص يا حبيبه مامي، هيثم هيتغدى معانا. هيثم. ايوه ماما. يلا حبيبي مش هتغدى انا وانت ومعيسى. لا انا مش عايز. يعني ايه مش عايز؟ ماما ارجوكي انا مخنوق مش طايق اتكلم مع حد، بعد اذنك. هيثم يا هيثم، ايه ده؟ انجي. الو. هاي انجي، ازيك؟ لا 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 لا، طمنيني بس انتي اخبارك ايه؟ لا لا انا مش في مود خالص ان انا اخرج يا انجي. طيب خلاص خلاص، ساعة كده وهكون عندك. خلاص يا انجي، حاضر، يلا باي باي. يلا حبيبة مامي عشان نتغدى. معلش يا مامي حقك عليا، سوري انا مش هقدر اتغدى معاكم لان انا انجي كلمتني دلوقتي وعايزاني في موضوع مهم جدا ولازم اروح لها. معلش. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ هو عصبي وهي مش عايزه تتغدى، مش فاهمه اي حاجه. شريف يا شريف، يلا البرنامج بتاع انجي ابتدى، يلا بسرعه. حاضر يا حبيبتي، كنت بجيب الشاي من المطبخ. سيداتي انساتي ساداتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مشوار نجاح. بلدنا مليانه بنماذج مشرفه من النجاح، قصص مليانه بالتعب بس في الاخر بتنتهي بنهايه سعيده كلها امل. وضيف حلقتنا النهارده نموذج من النماذج دي. ضيفنا هو الباشمهندس حلمي عبد الموجود. الباشمهندس حلمي راجل مصري من الصعيد، بدا من الصفر، او يمكن زي ما هو قال لنا كده من تحت الصفر. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. احنا عايزين حضرتك بقى تحكي لنا عن قصه كفاحك ونجاحك. مالك؟ حبيبتي انت شكلك تعبانه، في ايه؟ مفيش حاجه. هو الضيف اللي في البرنامج ده اللي اسمه حلمي وبعد كده اتخرجت دفعتك ولا ايه؟ واشتغلت في مكتب هندسه. مش عارفه بشبه عليه طبعا مع الوقت. شبيه عليه؟ وباذن الله شغالين. طيب تعالي اقعدي اتفرجي على بنتك، بنتك زي القمر ولا لغتها تجنن. انا من القرى الصعيد وجيت الصعيد وقعدت 4 سنين وبعد كده اتخرجت واشتغلت في مكتب هندسي. لا يا حبيبتي ما تزعليش مني، ما نقدرش على زعلك واصل. طب بقول لك ايه، انا هشوفك بكره ان شاء الله واحكي لك على كل حاجه. ياد ريح نفسك شويه، هم البنات الناس في حاله. هاي يا حبيبتي. كيفك يا جدي؟ كيفك يا ولدي؟ ازيك يا جدي؟ كيفك يا دم؟ الحمد لله يا جدي. جرى لك ايه؟ الشغل واخدك منينا ولا ايه؟ بقالنا مدة ما شفناكش. اصل شغله صعب قوي يا جدي. شغله صعب؟ ربنا معاه. تعرف يا جدي اللي زي ادهم ده احسن حاجة له الجواز، هو اللي هينظم له حياته. انا اتجوز؟ بقول لك يا عم سيف خليك في حالك، ماكش صالح بيه. اخوك عنده حق يا ولدي، انت لازم انت تتجوز، العيله مليانه بنات زي القمر. شاور انت بس وسيب الباقي عليا. انا اتجوز من العيله جدي. وليه لا يا ولدي؟ ما حدش هيخاف عليك الا واحده من دمك. ياك انت فاكر انك ممكن تدخل علينا واحدة غريبة عن العيلة ونقول لك مبروك؟ اكدب السهل. كلام جدك صح، اوعى للحديد وانت ساكت. على عيني وعلى راسي يا جدي، لما يجي الاوان.
ميت ان شاء الله. يدهم انت اللي كدك معاهم عيال بيروحوا المدارس. فدي جدك عنده حد؟ ما نخليك محضر خير ومال يا سيف. ان شاء الله كل شيء بأوانه جدي. كل شيء بأوانه. طيب خليك كده لحد ما يجي يوم تلاقيني قريت فتحتك من غير ما اخذ رايك ولا حتى تعرف. لا احب على يدك يا جدي. الا دي الا دي اني هنجي العروسه وبعدين اقول لك يا جدي العروسه هي وتكون من عيله ويكون قريب. عايزين نفرح بيك يا ولدي. برضك في دي جدك عنده حد. ايه سكت يعني؟ انا كنت متصور انك كنت متوقعه حاجه زي دي، خصوصا وان ده نهايه لشيء جميل بدا بينا. سيف بجد انا مبسوطه جدا بطلبك ده، بس ايه اللي بينا مش كفايه ان احنا نتجوز. ليه الحب مش كفايه عشان يعمل جواز ناجح؟ الحب مجرد عنصر من عناصر الجواز الناجح. ايوه بس اهمهم الحب. لا في حاجات كتيره جدا اهمها، الانطباع والفكر وكل حاجه. وكل الحاجات دي ما حسيتيش بيها في الفتره اللي فاتت؟ بصراحه لا يا سيف، ما تزعلش مني. انت عندك حق، انا اللي استعجلت شويه. سيف انا كل اللي طالباه منك مهله، مهلة نعرف فيها بعض أكتر. مش يمكن يا سيدي أكون أنا الزوجة اللي أنت مش بتتمناها؟ طبعا جايز، كل شيء جايز. طب مش هتعزمني بقى على الغدا زي ما اتفقنا؟ لا معلش خليها مرة تانية، أصل افتكرت إن عندي شغل مهم. تعال أوصلك. اتفضل. قولي لي بقى عجبتك مصر؟ حلوه قوي قوي يا ابوي، بس زحمه شوي. لا زحمه كتير، ما هو برضه شوفي عايش فيها كم مليون. بقول لك صحيح، ما تفتكري كده لو كنت عايزه اي حاجه نجيبها قبل ما نرجع؟ احنا لسه فاضل لنا 3 ساعات ونص على ميعاد الطياره. لا يا ابوي كتر خيرك. ايه كتر خيرك دي؟ وانت مش بنتي برضو يا ندى ولا ايه؟ ده انا نفسي يا حبيبتي اشوفك اسعد عروسه في الدنيا. ايه يا ندى مالك؟ لا ابدا يا ابوي مفيش حاجه، بس البنت اللي قاعده ورانا دي كانت زميلتي في الجامعه وانا كنت سابقاها بسنتين. البنت اللي قاعده مع الشاب ده؟ ايوه، وعشان كده مش عايزاها تاخد بالها علشان ما تتحرش يعني. بس يظهر عليها خدت بالها وهي اللي جايه على هنا. ايه ده؟ ندى عبد الكريم؟ اهلا، ازيك يا شيماء؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله، والدي. اهلا يا بنتي. ازيك يا عمر؟ اهلا بيك. انا معرفش انك جيتي القاهرة. معلش اصلها زيارة قصيرة كده وراجعين النهاردة ان شاء الله. ايه ده يعني مش هلحق اقعد معاكي؟ يا خسارة، كان نفسي اعرفك على مامي. معلش المرة الجاية ان شاء الله. اهي مامي جت اهي. يا مامي. ازيك يا سيدي؟ مساء النور ندى، كانت زميلتي في الجامعه وسابقاني بدفعتين. اهلا، ازيك يا ندى؟ اهلا، ازي حضرتك؟ والدي احمد عبد الجليل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقولك ايه يا شيماء، ما تاخدي ندى وتروح تقعدوا مع سامح. حضرتك سامح مين؟ ده شاب متقدم لشيماء بنتي، وحبيت ان هي تقعد معايا علشان يعرفوا بعض قبل ما اخد القرار بالموافقه او بالرفض. ندى يهمني قوي اعرف رايك فيه. اروح يا بوي؟ ايوه يا ندى، اذا كانك ده مفيش مانع اتفضلي. اتفضلي يا هانا. اتفضلي. فرصه سعيده يا هانا. اهلا بيك. انا اصلي مش بحب اتدخل في حياه شيماء، علشان لما تتخذ القرار
يبقى على مسؤوليتها، مش كده احسن برضو؟ صح، احسن طبعا، لكن بحدود برضو، يعني بحدود. ما هو القرار لما يكون قرار عائلي يبقى احسن، ولا ايه؟ يعني بس الموافقه الاولى لازم تبقى منها، وبعد كده بقى تيجي الحاجات التانية، هي اللي هتتجوز وهي اللي هتبقى مسؤوله. فعلا، ولو ان برضو البنت لسه صغيره، يعني محتاجه اللي يقف جنبها علشان يساعدها في اتخاذ القرار، ولا ايه؟ مظبوط. عارف انا يوم ما اتجوزت وانا تقريبا في سن شيماء بنتي. يا معقول؟ وانا فعلا بقول ان يعني شكل حضرتك مش باين انك مامتها. اشكرك. انا اتجوزت زميلي في الكليه، كان هو في بكالوريوس وانا كنت في سنه تانية. صحيح انا كنت صغيره قوي وما اقدرش اتحمل مسؤوليه بيت وعيله، لكن تصور التجربه نجحت وكانت اسعد ايام حياتي. كانت؟ ايوه، والد شيماء اتوفى وهي عندها 10 سنين، وانا من ساعتها بقيت ليها كل حاجه، ام واب واخت وصديقه. وحضرتك ما تجوزتيش بعد كده؟ الحقيقة لا، أنا خلاص خدت نصيبي من الدنيا وعايشة دلوقتي لشغلي وبنتي وبس. مع إن يعني حضرتك لسه صغيرة. هو أنت عندك عريس ليا ولا إيه؟ لا مش القصد، بس ولو إن يعني حضرتك نجي وبس، وأنا متأكد إن ألف راجل يتمنى. أشكرك، بس أنا بصراحة بقى خلاص اتجوزت الدنيا، فضلت أبقى لوحدي، كل همي دلوقتي إني أطمن على بنتي. ربنا يطمنك عليها. يا ترى حضرتك بتشتغلي إيه؟ أنا عندي شركة ديكور صغيرة بسلي نفسي فيها، وأنا اللي بفرش شقة شيماء يعني، بس كله هيبقى على ذوقها في الآخر. هو انت مش بتقول انها لسه ما وافقتش على العريس؟ ولو لازم فرش بيتها يبقى على ذوقها علشان هي اللي هتعيش فيه. مش حضرتك برضه هتعمل كده مع بنتك؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. وندى مخطوبه؟ ايوه امال، ما هو احنا نازلين القاهره علشان نشتري لها شويه حاجات لجهازها يعني. الف مبروك. والعريس بقى يا ترى قريبكم ولا زميلها؟ لا العريس قريبنا من العيلة. ولو إن أنا ما بفضلش جواز القرايب، إنما بقى يعني واضح إن الحكاية جت معاها عن حب، صح؟ تقدري تقولي تفاهم أكتر منه حب. يعني هي اللي اختارته؟ كلنا اخترناه معاها. ربنا يوفقها. شكل قوي. ايه يا ندى؟ مش يلا يا ابوي ميعاد الطياره جرب. ايوه ايوه يلا يا بنتي. طيب نستاذن يا هاني، احنا حصل لنا الشرف يا علا. حصل لنا الشرف يا علا هاني. انا اللي اتشرفت بمعرفتك يا استاذ احمد، وعلى فكره احنا مقيمين هنا في الاوتيل، يعني ممكن لو جيت مصر وعديت هنا هنتقابل اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. ندى ما قلت ليش رأيك إيه في سامح؟ كويس، ربنا يوفقك. يا رب يا حبيبتي، وانتي كمان مبروك، أنا سمعت أخبار حلوة من بابا. الله يبارك فيك. مش يلا يا ابوي؟ أيوة يلا 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 يا حبيبتي. طيب بالإذن يا علا هاني. ولا واني كنت أتمنى أن انتوا تقضوا اليوم معانا النهاردة. والله أنا راخر كنت أتمنى، بس لسه هنروح البلد وبعدين هننزل الأقصر عشان نشوف بقية الولاد. الله صحيح، ما تجيب العروسة ونشوفكم في الأقصر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بالإذن يا هاني. مع ألف سلامة. سلام عليكم. يلا يا ندى يلا. باي يا ندى. متعرفش والله يا حبيبي حالتها بقت إزاي؟ أنا خايف عليها قوي. شدة وتزول إن شاء الله يا عصمة بيها. اسمع منك ربنا يا رب. مساء الخير يا عمي.
كيفك يا بنتي؟ اسمعي لي اسمك بيه، اخد بنت في كلمتي. تفضل تفضلي. دلوك يا بنتي لما حد يسيب عندك أمانة يرجع ياخدها تزعلي مني؟ لا يا عم. ولما ربنا اللي خلقنا وجعلنا أمانة ياخدها وقت ما هو عايز تعترضي على حكمه؟ أبدا يا عم. أنا خابر يا بنتي إن الفراق صعب، خصوصا لما يكون فراق الضنا ألمه يبقى واعر قوي. خابر، بس لازم نثبت إننا مؤمنين بإرادة ربنا وما نعترضش عليها. عيطي عيطي يا بنتي لو كان يريحك، بس لازم تعرفي إن ولدك دلوك في دار الحق، ترك دار الباطل اللي احنا عايشين فيها. مش قادرة أصدق يا عمي إن أنا مش هشوفه تاني. كنت عايشة على حلم، حلم إن أنا أشوف ابني وأضمه. الحلم ده راح، راح يا عمي، راح. مين قالك ده؟ لا، هنتقابل، بس احنا اللي هنروح له. اسمع يا نهى، على قد ما تقدر يا بنتي اقري قرآن، وعلى قد ما تقدري زكي على روحها. حاضر يا عمي، حاضر. استغفر الله العظيم. المرة الجاية إن شاء الله عايز أشوفك نهى اللي أنا خبيرها زين، عارف إنه صعب، لكن كل شيء بيتولد صغير وبعدين بيكبر، إلا الحزن بيتولد كبير وبعدين بيصغر. قوم يا بنتي، قوم وقعدي مع أبوك وأمك، أكتر ناس حاسين باللي بيكي. قومي. حاضر يا عم، عن إذنك. ربنا يصبرك يا بنتي. أنا النهاردة عندي شغل كتير قوي قوي. يعني تتأخري يا حبيبتي؟ مش عارف، بس إن شاء الله أوصل قبل ما أنت تيجي. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. بنتي كويس؟ تمام. صباح الخير بابا. صباح الخير يا جوج. أخبارك إيه يا أحلى أم في الدنيا؟ يبقى شكلك كده عايزة تقولي حاجة. أنتِ على طول فهماني كده؟ ويا ترى دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ والله مش عارفة بالظبط. استنى يا بابي ما تتوهنيش. بصي بقى ست الكل، انا عايزاكي تتعطفي عليا وتشرفيني وتنوري البرنامج بتاعي. لا 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 لا، اطلبي مني اي حاجة غير البرامج دي. ليه بس كده يا مامي؟ كلمها والنبي يا بابي. ايوه اقنعي بقى باباك ان هو اللي يطلع معاكي في البرنامج. طبعا هستضيفه، بس اليومين دول انا عاملة الحلقات للمهندسين بس. انت مش شفتي المهندس اللي طلع معايا الحلقة اللي فاتت؟ اه شفته. امال مش موافقه ليه بس يا مامي؟ كلمها يا بابي قول لها. صحيح، ليه لا يا نهى؟ ترى ايه بقى؟ حتى انت الشريف وفيها ايه يا حبيبتي؟ ما تروحي مع بنتك. خلاص يا ستي هاجي معاكي، ده عشان خاطرك انت بس، عشان خاطر بابي. ربنا يخليكي ليا يا رب. همشي انا بقى عشان ما اتاخرش. خلي بالك على نفسك. حاضر. انجي. ايوه بابي. مش ناوي يا حبيبتي تروحي تزوري جدتك وتطمني على صحتها؟ جدتي؟ اه طبعا هزارها اكيد. انا عارف انك ما بتنسجميش معاها، بس دي جدتك برضه وبعدين دي امي. حاضر يا بابي، هخلص شغل واطلع عادي عليها. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. ولا منك يا حبيبي. باي باي. مع السلامه. سيف، طلبك دي كان مفاجاه بالنسبه لي. بس يا رب تكون مفاجاه صادقه. طبعا صار يا سيف،
بس ارجوك اديني فرصه افكر بذمتك وحياه غلاوه جلدك عندك مش ده اللي ضار بالظبط. والله يا ابني زي ما يكون كنت قاعد معانا. يا ابني الكلام ده بقى موضه قديمه خلاص من ايام الافلام الابيض واسود. يا ابني ده حاجه الجواز ده عمر هنعيشه سوا. طب انت بتحبها؟ طبعا. وهي بتحبك؟ اكيد. طب بقول لك ايه، اخطف البنت دي وخدها على جزيره لوحديكم بعيد عن عيون الناس. اهو انت كده الواحد ما ياخدش منك لحج ولا باطل. يا ابني انا بتكلم بجد، هو الواحد بيقابل كم مره حب حقيقي في حياته؟ انت بالذات ما تتكلمش عن الحب، الحب ده سيبه للناس اللي تحس بيه. وانا لا ليه يا عم انت ليه؟ انا ما عنديش قلب. طب انت عارف يا سيف، والله العظيم وحياه غلاوتك عندي يا شيخ، انا نفسي اليها بالواحده بجد، احبها وتحبني اقول لها بحبك من قلبي. نفسي اصدقك ولو مره واحده في حياتي. اسمع كلامي يا سيف يا اخوي، البنت دي لو بتحبها وبتحبك بجد امسك فيها بايديك واسنانك، بس هي تعرفك بجد؟ يعني اهو ده الخوف. ليه بقى ان شاء الله؟ لانها لو عرفتك بجد عمرها ما هتبص في وشك. والله ما انا سعيد. اهلا وسهلا يا سمايسه، تشرفنا. اهلا بيك. وحضرتك بقى بتشتغل مذيع في التلفزيون؟ ايه ده، انت ما قريتيش اسمي على اي تتر برنامج قبل كده؟ فكري رشوان. لا والله في الحقيقه ما حصليش الشرف. يا فكري انت مش هتعزمنا على حاجه ولا ايه؟ اه طبعا انت تأمري. جرسون تحت امرك يا فندم. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ اللي انت تختاره. والانسه؟ اي حاجه. ثلاثة عصير برتقال. تحت امرك. والانسه ميسه بقى بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في شركه بابايا، شركه للسياحه. هايل. بس متهيألي بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في امريكا ودول العالم يعني السياحه ما بقتش قد كده اليومين دول، ولا ايه؟ مظبوط صح. إيه ما قلتليش اخبار الفيلا ايه؟ الفيلا؟ الفيلا الحمد لله الحمد لله. اصل فكري تعرضت الفيلا بتاعتهم لحريقه فظيعه، بس الحمد لله لحقوها. والله؟ طب الحمد لله. وفيلتك بقى دي فين؟ فيلا؟ في المعادي. ها يعني عجبتك؟ عجبتني قوي قوي يا ست انش. ولا الحلقه يا اختي اللي كان الراجل فيها ماسك وعمال يقطع في عياله يا اختي، صعب عليا. فعلا كانت حلقه صعبه قوي. سيبك انتي بس، انتي كنتي قمر يا اختي على الشاشه. سيبك انتي. زي ايه مصطفى؟ احنا هنقعد نرغي ولا ايه؟ يا ست نوال روح شوفي اللي وراكي. يعني بلاش ارحب بيها يا ست نوال. يلا يلا شوفي اللي وراكي. بعد اذنك يا ست انجي. اتفضلي. ازيك يا بنت نهله؟ ايه بنت نهله دي يا تيتا؟ هو انا مش بنت شريف ابنك برضه ولا ايه؟ الله، ومالك زعلتي قوي كده ليه؟ لا ابدا ما زعلتش ولا حاجه. طب اشربي العصير. حاضر. انت خبره بحبك من ميتة ولا لا؟ انا مش مصدق نفسي ان احنا خلاص هنتجوز. وانا كمان مش مصدقه نفسي ان احنا هنتجوز. من قلبك يا دكتوره؟ من قلبي. يا بوي يا بوي. خبر ايه يا جدتي؟ جرعتيني. جرعتك؟ كنت بتقول لها ايه وقالت لك ايه؟ يعني هكون بقول لها ايه؟ كنت بتحدد وياها خطيبتي يا جدتي. خطيبتك؟ طب غور من وشي وما تعتبش الدار دي الا ومعاك امك. لا مش من قلبك يا جدتي. مش من قلبي؟ طب يلا يلا قدامي. طب اقول لك. ما تقولش حاجه يا جدتي. ما تقولش حاجه. ما تجيش الدار الا معاك امك. يلا يا ولد. نفس السلاح اللي قتل ابويا الغريب. يعني المطاريد هما اللي قتلوه.
ايوه محي، ابعت لي الحرز بتاع القضيه اللي بعتها لي دلوقتي، وبسرعه بسرعه قوي. مع السلامه. انا هيثم يهمني، بس انا بحس انه اخويا مش اكتر من كده، عشان كده كان لازم اصدمه عشان يفوق. ما تزعليش مني يا ميسة، انتي بنت وتحسي مشاعري دي قوي. عموما لما يتصدم في البداية احسن لما يصدق الكذبة. قوليلي بقى انتي ايه اللي مش عاجبك في فكري؟ بصي بقى يا انجي كده ومن غير زعل، هو كله كده على بعضه مش عاجبني، وبعدين انا في حاجة جوايا مخلياني مش حاسة بيه، وحاسة ان هو بيمثل عليكي. حرام عليكي يا ميسة، ده انسان كويس قوي وبيحبني. انجي هو قالك ان هو بيحبك؟ قصدك ايه؟ لا انا ما اقصدش حاجة، بس عموما الايام هتثبت لك كل حاجة. ولو عايزة نصيحتي يا انجي بجد، متتسرعيش معاه في اي خطوة ايجابية في علاقتكم مع بعض. كلامك ده بيخوفني يا ميسة، انا مش عارفة انت ليه احساسك تجاهه بالشكل ده. في مثل زمان كانت جدتي الله يرحمها كانت بتقوله، حرص ولا تخون، وانا مش طالبه منك غير بس انك تكوني حريصه وانك تخلي بالك من نفسك يا انجي، وده الطبيعي، ومع الايام بقى تثبت لك اذا كان هو كويس ولا لا. ما كانش ليه لازمه واصل، تتعبي روحك وتاجي لحد هنا. هتعب لعز منيك يا حجه. حسب ايه يما؟ وجع في راسي ما يبطلش. لازم نشيع للدكتوره ندى عشان تاجي تشوفك وتطمنا عليكي. اللي تشوفيه يا بنتي. اني حنادم على جابر يشيع لها حد من الغفر. اتفضلي حجي. تسلم يدك يا بنتي. ايه يا حج، عجزت ولا ايه؟ هناخده زماننا وزمان غيرنا. اهي ايامي حجه بدريه بنقضيها وهتخلص. بعد الشر عليك يا ام، ما تقوليش كده واصل. مش هي دي سنة الحياة يا بنتي؟ ويعني انا حاجة اغلى من اللي راحوا. ما تفضيها سيرة يا ام العمدة، ولا عايزة تعرفي غلاوتك عندينا؟ جابر حيروح للشيخ عبد الجليل، وهو راجع حيجيبها معاه لهنا. هو ده اللي حصل، وانا قلت اجي اخد مشورتك قبل ما نعملوا اي حاجة. تعيش يا ولدي. شوف يا عمدة، انا معاك في اي حاجة تعملها لمصلحة النجاة، لو كان المشروع اللي انت ناوي عليه ده في صالح الناس اتكل على الله ونفذ قوام. ما قلت ليش كيف حال امك دلوقتي؟ والله لسه بعافية يا عم، وانا جاي اخد الدكتوره ندى عشان تكشف عليها وتطمن. دلنا الدكتوره ندى يا بنتي. حاضر. خير يا جدي؟ ازيك يا خالي؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. جدتك بعافيه شويه، روحي مع خالك اعمل اللازم وطمنين عليها. حاضر يا جدي، دقيقة واحدة وراجع. تفضل. ما انتي زي الفل ها؟ امال قلقانة عليكي ليه؟ جدتك مالها يا بنتي؟ بخير يما والحمد لله. هي بس ضغطها عالي شوية، ومحتاجة تمشي شوية على علاج الضغط. وبعد كده هنشوف لك عريس يا بطة علشان تخفي وتبقي زي الفل. اختش يا بنت. هات اسم الدواء عشان نشيعه ونجيبوه من المركز. اتفضل يا مدخل. جدتك زينه صح يا بنتي؟ زي الفل والله يما، ما تقلقيش عليها انتي بس. هيا يا بطه، عايزه عريسك يبقى شكله ايه؟ مالك يا مامي قلقانة كده ليه؟ أنا مش عايزاكي تقلقي من أي حاجة، معاكي مذيعة جامدة جدا. أنا واثقة من كده.
اهلا وسهلا يا فنانة. اهلا وسهلا فكري رشفان المخرج. اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ جاهزين؟ جاهزين. طب اتفضلي. اتفضلي. يلا يا ماما. يلا يا سيف، انت من اكفأ الضباط اللي تم اختيارهم للمهمة دي، ارجو ان هي تكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. عايزك تكون جاهز انت ورجالتك لمهاجمة الجبل. الملف اللي انا اديتهولك فيه كل المعلومات اللي احنا قدرنا نحصل عليها، لكن شوية تكثيف اكتر للمعلومات من ناحيتك. الخطة دي احتمال الفشل فيها 1% فقط. ان شاء الله هنقوم بالمهمة على اكمل وجه. اتمنى ذلك. ربنا معك. ان شاء الله هنوضع خطة وهننفذها، وهنقبض على كل المطاريد اللي في الجبل. ده امل حياتي من زمان. موفق يا سيف. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. 1 2 3، ايه الاخبار كده؟ اوكي كده يا استاذ ايمن؟ تمام. اوكي. اوكي. نورانا يا مدام نهرة. ميرسي ميرسي قوي قوي. جاهزة يا انجي؟ جاهزة. خلاص يا جماعة، ستاند باي. اوكي اتفضل. عشان انتي على لحم بطني. عاطيات ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس. عشان حياتك عندي. عشان خاطري. عشان خاطري. لقمة صغيرة بس. طيب. اتعلي معايا بس لقمة صغيرة وخلاص. حاضر. تمام؟ حاضر. يلا. يلا يا قمر. واحنا بناكل كمان هنتفرج على التلفزيون وهنلاقي فيه حاجات حلوة قوي. كل بقى كل عشان خاطري. فتحنا التلفزيون اهو بنتفرج. يلا حبيبتي. اهلا اهلا. سلموني حاصله على دكتوراه في الهندسه المعماريه بدرجه امتياز مع مكتبه الشرف. انا عايزه اقول لك حاجه مختلفه جدا. اسمحي لي بقى. يلا البدايه كانت ازاي؟ مالك يا ابله سعيده؟ النجاح ده ولا كتابه من جواك؟ ايه يا ابله سعيده؟ ساعديني. اهدي بس. في ايه؟ ساعديني. اساعدك في ايه؟ ساعديني يا ام البس. تقومي تلبسي تروحي فين؟ لبسيني يا بنتي. ما البسك تروحي فين يا ابله سعيده؟ انت مش قادره تدوسي على رجلك يا ابله سعيده. لبسيني. لازم اوصل مشوار مهم. مش هينفع يا ابله سعيده. لازم يا حبيبتي. عشان خاطري يا ابله سعيده. اهدي بس. اهدي بس. اهدي بس. البرنامج كان حلو فعلا يا عمي. انا هكلم انجي واقول لها ان هي مذيعه شاطره جدا. طب بدل ما تكلمها بقى ما تيجي تقعد معانا شويه. بصراحه بقى احنا قلقانين عليك، يعني مش عاجبنا عادتك لوحدك الفتره دي كلها. يا ابني انا ربنا ما يحرمنيش منكم. انا عارف شعوركم ومقدره كويس قوي، بس اقول لك ايه، انا مرتاح كده. بكره لما تكبر وتوصل لسني هتحس انك مفيش حاجه جديده. عشت كل حاجه ولفيت وسافرت، مفيش حاجه جديده هتشوفها تاني. يعني انا عايز اعيش هنا، مش اكتر من الذكريات. مش فاضل لي في الدنيا غير الذكريات اللي باقيه لي وانا عايش في البيت ده. وذكرياتي مع الولاد الرائفة. انا ما اقدرش ابعد عن هنا وعايش هنا واموت هنا. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا عمي. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا فاهم ومقدر كل اللي حضرتك بتقوله، بس على الأقل تيجي تزورنا يومين في الأسبوع، وبكده مش هناخدك من ذكرياتك ولا إيه؟ قولي أخبارك إيه في لعب الطاولة؟ يعني مش قوي، مش حريف يعني. طب تعالى نلعب 10 طاولة. ايه يا عمي مالك، انت رحت مني فين؟ لا ابدا، اصل افتكرت رهيفة. كنا دايما نلعب طاولة مع بعض، وكانت دايما تقول لي لا يا عم انا مش هلعب معاك، انت دايما بتخدمني. تعيش وتفتكر يا عمي. طب انا مش عايزك تقعد تفتكر بقى الحاجات اللي بتضايقك دي. قول لي فين بقى الطاوله عشان اقوم اجيبها. لا لا
مش عارف، زينب هي اللي عارفه مكانها ومهاتها حبيبي. طيب بعد اذنك يا عم. اتفضل. انا غلطت في حق الست دي غلطه كبيره قوي، وعايزاك تروحي لها الشركه اللي قالت عليها في البرنامج. حاضر يا ابله سعيده، بس هروح لها ازاي وهجيب عنوانها منين وهقول لها ايه؟ اتصرفي يا عطيات، قولي لها ان ابنها عايش. انا ام وعارفه يعني ايه ام تتحرم من ضناها، خصوصا بعد عيالي ما سابوني وكبروا. الله يخليك يا عطيات. والنبي قبل سعيده ما تعملي في نفسك كده، يعني هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ زي بنتي واكتر يا حبيبتي، ما تتصوريش انا بحبك قد ايه، بس اوعي ما تروحلهاش، دي وصيتي ليك يا عطيات. هروح لها ما تقلقيش يا ابله، هروح لها. ريحتي قلبي، الله يريح قلبي. أنا كنت فاكرة إن التصوير ده حاجة سهلة، مذيع وضيف يقولوا كلمتين وكان اللي هو بالسر عليهم، لقيته حاجة صعبة موت. عشان تعرفوا بقى إحنا بنتعب قد إيه. على فكرة أنا اتفرجت على البرنامج مع عمي فوزي. والله بجد؟ أخباره إيه؟ خير الحمد لله، بعت لكم السلام. الله يسلمك. بس ما قلتليش بقى يا سي بابي، إيه رأيك في البرنامج؟ عايزاني أقول لك إيه يعني؟ برنامج في التلفزيون اللي بتقدمه بنتي والضيفه اللي فيه مراتي روح قلبي، يبقى احلى برنامج في الدنيا طبعا. يا رايقه الف ليله وليله. ده مين بقى اللي مامته ده عياله ده؟ لا ابدا، دي واحده زميلتي في التلفزيون، هبقى اكلمها لما اخلص. ما قلتليش يا شريف. نعم يا حبيبتي. اخبار بابي ايه؟ بخير الحمد لله. هو لسه برضه مش عايز يجي يعيش معانا؟ لا يا حبيبتي والله انا فتحته في الموضوع، بس هو مصر، بس وعدني انه هيجي يقعد معانا يومين في الاسبوع. يا ريت يا ريت يا شريف. الو، انا اسفه اني قفلت عليك. اسكت، ده انا دمي ناشف لما اتصلت بابي ومامي قاعدين، ما كنتش عارفه اقول لهم مين اللي بيتكلم. اصلي بصراحه مش متعوده اكدب عليهم ولا اخبي عليهم حاجه، علشان كده بقى انا لازم اعرفك بيهم وتقول لهم انك بتحبني وعايز تتجوزني. وفاء، كنت رايح على فين يا وفاء؟ اقصى عليك يا وفاء، اقصى عليك يا بنتي. بقى دي المكافأة اللي بتديها لابوكي اللي رباكي وعلمك وما حربكيش من حاجة؟ سامحني يا بابا، ما لقيتش قدامي حل غير ده. ويا ترى بقى زميلك أيمن موافق على انك تهربي من دار اهلك زي الحراميك دي؟ لا يا بابا لا، ايمن ما رضيش اني اهرب معاه، ده انا كنت رايحه اقعد يعني عند صاحبتي ايمان كام يوم لغايه لما اعصابي تهدى و... وايه؟ تحطينا قدام الامر الواقع عشان نرضى على جوازكم. لا يا وفاء، انت فاهمه غلط يا بنتي. البنت عشان تتجوز لازم تخرج من دار اهلها معززه مكرمه، وده يديها قيمة بين أهل جوزها، مش تهربك ده. أعمل إيه يا بابا؟ ما هي ماما رافضة الموضوع ومش موافقة على جوازي من أين؟ يا بنتي، أنت لو متمسكة بيه أنا هقف جنبك. طب وحكاية الأستاذ حسان جارنا ده؟ حتى لو ما اتجوزتيش أيمن، أنا مش هجوزك لحسان، أنا مش هبيع بنتي على آخر الزمن. بجد يا بابا؟ طبعًا بجد. يلا خش أوضتك يا بنتي. خش أوضتك وأوعي تفكري في الموضوع ده تاني. حاضر يا بابا. وفاء. نعم. لازم تعرفي ان انا زعلان، يعني لو كانت راحت عليا نومه محدش كان يعرف ايه اللي هيحصل. سامحني يا بابا. مسامحك يا بنتي، خشي اوضتك كملي نومك وبكره ربنا يحلها. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل وفاء، ربنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. الشموع دموع وللمشاعر
مسموع. انتوا الونس لو طال عليا الليل، ولو وجعت انتوا تشيلوني شيل. Shall we?